السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الله في حلقة جديدة على قناتكم إلكترو 5G. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب. من لا يعرف كيفية إنشاء حساب فليدخل إلى هذه الصفحة كما ترون، اكتب gmail.com ثم يضغط على Create un compte pour moi، ثم يكتب هنا الاسم والنسب، يكتب هنا اسمه يعني مع بعض الأرقام أو بعض الحروف أو يعني @gmail.com. هنا اكتبه هنا الرقم السري ويعيده هنا، ثم يعمل سويف مباشرة، سيذهب لصفحة أخرى ستطلب منه كتابة رقم الهاتف وسيرسل له يعني رمز لكي يتأكدوا من أنه رقم هاتفه، فيكتبوا يعني فينشأ الحساب بحول الله يعني بطريقة سهلة. يعني بعد إنشاء الحساب سنذهب لليوتيوب، نعمل كونكتين، نكتب هنا الحساب. يعني أنا لدي حساب مثلا سابقا، نكتب سويفون، نكتب الرقم رقم السري يعني للحساب، ثم نعمل سويفون مباشرة، سيذهب بنا إلى الصفحة الرئيسية على اليوتيوب. سنضغط على الأيقونة على اليمين التي فيها رمز قناتنا ورمز حسابنا. سنضغط على هذه أداة الخيار Create une chaîne يعني إنشاء قناة. نضغط هكذا يعني نختار اسم القناة مثلا كرة، مثلا على سبيل المثال كريشن. ننتظر بعض الوقت، يعني هذه القناة يتم إنشاؤها بكل سهولة. نذهب لهذه الأيقونة، نذهب لهنا لنغير يعني لغة يعني اليوتيوب. من هنا نقوم بتغيير اللغة، هاي اللغة العربية. سنذهب لإكمال يعني إعدادات قناتنا. نذهب لسجو يوتيوب، نذهب للإعدادات، يعني هنا تقوم باختيار يعني الدولار، أغلبية يختارون الدولار. القناة يعني بلد الإقامة، يعني تختارون بلدكم، كنت في المغرب تختار المغرب، مصر تختار مصر، الجزائر، يعني كل واحد يختار يعني الدولار. الإعدادات المتقدمة، أريد مراجعة هذا الإعداد لكل فيديو على حدة، يعني نترك هذا الخيار كما هو. هنا الترجمة التلقائية، هنا عرض عدد المشتركين، يعني إن أردتم إظهار أو إخفاء عدد المشتركين في قناتكم يعني من هذا المكان إلى آخره. باقي الإعدادات، نذهب للآلية لاستخدام الميزات.
يعني هذه ميزات العادية المفعلة، ميزات المستوى المتوسط يعني الفيديوهات التي تتجاوز مدتها 15 دقيقة والصور المصغرة، هنا تفعيل قناتنا برقم الهاتف، إثبات ملكية رقم الهاتف، يعني سيرسلنا لكم رمز تفعيل لتفعيل القناة لكي تضع عليها فيديوهات أكثر من 15 دقيقة. هنا أيضا يمكنك يعني ميزة يعني يمكنك توسيع نطاق وصولك إلى الجمهور، يعني نفس الشيء نقوم بتفعيل هذه الميزات. هنا يعني المعلومات الأساسية على الوصف، هنا تقوم بوصف قناتك يعني بعد جمل، يعني عندك 5000 حرف، يمكنك يعني كتابة تقديم لقناتك ووضع يعني روابطك انستغرام فيسبوك إلى آخره، اختيار مستوى العرض إن خاص أو غير مدرج، الخيارات من تخصك أنت. العلامات إضافة علامات، العلامات يعني تساهم إيجاد قناتك على اليوتيوب، إعدادات المتقدمة، ترخيص غير محدد الفئة، الأفلام يعني تقوم بتحديد نوعية المحتوى على قناتك. محدد مثلا اللغة وشهادة الترجمة، يعني أغلبية هذه الإعدادات نتركها على حالها. نذهب للأدوات، من الأدوات المالية الاسم، يعني اكتب هنا الاسم، حق الوصول، يعني هذا هو حساب القناة، المنتدى، من المشرفين إضافة المشرف هنا، كلمات محظورة، يعني الأعداد المكانية يعني سهلة مجموعة من الأمور، حضر روابط يعني يمكنك حضر بعض الروابط، مثلا الروابط التي تقوم يعني بالذهاب بها لبعض المواقع. إعدادات استبقائية إحدى التعليقات، يعني إعدادات التعليقات تسمح بكتابة تعليقات ومحادثات إلى آخره. الاتفاقيات يعني في الأخير تقوم بحفظ هذه الإعدادات الخاصة بقناتك، يعني تذهب لهذا الرمز إنشاء الفيديو يعني وتحمل الفيديو الذي تريده، اختيار ملفات يعني وتقوم باختيار فيديو يعني يوجد في الحاسوب وتقوم بتحميله، ثم تكتب عليه يعني عنوان الفيديو إلى آخره. هذا يعني درس آخر إن شاء الله بحول الله في حلقة قادمة. إذا إلى هنا نأتي إلى نهاية الحلقة إخواني أخواتي، شكرا على اهتمامكم، ولا تنسوا الضغط على الجرس والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.